بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أطلق لساني وأخرج شيطاني وفك رهاني واجعل حديثي في سبيلك لا حديث سمعة ولا رياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك علام الغيوب. إن شاء الله بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع آخر في الفارماكولوجي اللي هو البلد فارماكولوجي. الفكرة هون انه البلد فارماكولوجي طبعا في عندي سيستم كامل في جسم الانسان مسؤول عن تنظيم اللي هم البلد فانكشن تمام, او البلد والسوائل العام بشكل عام اللي هم نسميه الهيماتو لينف سيستم. طبعا لهذا السبب ان شاء الله حديثنا في البلد فارماكولوجي راح يكون تابع لي اللي هو هذا السيستم الهيماتو لينف سيستم. اعتمادا على الميكانيزم تاعته رح نشوف مجموعة من الديسولدر اللي بتكون ريليتد للبلد تمام بشكل عام او بشكل خاص, وبعد هيك كل هذا الديسولدر رح نشرح بشكل عام اللي هو الميكانيزم تاعته كيف بتصير, وبعدين نتطرق لمجموعات الادوية اللي بستخدمها في علاجه. فبسم الله نبدأ. اولا رح نحكي الان عن اللي هو disorder بنسميه thrombosis. هلا كلمة thrombosis أكيد أنت بتعرف إنه كلمة thrombosis لو تيجي تترجمها هي عبارة عن تخثر أو تجمع وتجلط للدم في مكان معين في blood vessel معين في جسم الإنسان. طبعا مشكلة إنه يصير في عندي تخثر أو خثرة تمام موجودة في الفيسل تاع اللي هو جسم الإنسان رح تسبب لي مشاكل كبيرة. ليش؟ لأنه رح أول إشي ممكن تعمله يعني وبأقل تصور ممكن أتصوره إنه مثلاً والله لو صار في عندي خثرة بهذا الفيسل, تخيل عندي الآن هذا الفيسل موجود عندي هون, تخيل إنه مثلاً هون صار في عندي تخثر ماشي, هذا التخثر شو رح يعمل؟ تضيق تمام obstruction لي اللي هو عندي لمجرى الفيسل, وبالتالي هذا الإشي رح يعيق حركة الدم الموجود فيه وممكن كمان يقلل عندي الأوت فلو أو اللي هي عندك الفلو الواصل التروي الواصل إلى نسيج معين, وبالتالي رح يؤدي إلى مشاكل كبيرة. خاصة المشكلة الحقيقية بهذا الثرومبوسيس إذا اتحرك يعني ما ظل ثابت في مكان معين أو في فيسل معين, لا صار له تحرك مع اللي هو يعني مشي مع تيار الدم ووصل إلى أماكن أو عمل obstruction في أماكن ثانية موجودة في الجسم, زي مثلا يعمل obstruction في البلود فيسل الواصلة للبرين أو الواصلة للقلب أو الواصلة للرئة, وقتها عن جد أنا بكون بعاني من serious problem, مشكلة حقيقية وخطيرة جدا. لهذا السبب الآن أنا بدي أعرف الآن الثرومبوسيس هذا كيف بيصير, شو هي العوامل اللي بتخلي الثرومبوسيس هذا كيف يصير, وبعدين رح بس افهم الميكانيزم اللي بصير فيها الثرومبوسيس ادخل منها الى اللي هو الفارماكولوجي زي ما تعودنا دائما. الان بهذا السلايد بدي تشوف عندي اللي هو النورمال بلود فيسل والنورمال بلود فلو كيف بيكون. عندي اللي هو فيسل اللي هو وعاء دموي, هذا الوعاء من جوا بيكون له بطانه, هاي البطانه تحتوي على اندوثيليال سيلز تمام, مكونه من اللي هو الاندوثيليال سيلز ومن السموث مصل. هلا برضو هذا الفيسل بتكون فيه اللي هو عندي البلود فلو اللي ماشي فيه ماشي حسب اشي بنسميه الاكزيال بلود فلو. الاكزيال بلود فلو يعني ترتيب معين لخلايا الدم. انت بتعرف انه الدم بيتكون من اول اشي اللهم صل على سيدنا محمد, بيتكون عندي الدم من اللي هو خلايا الدم الحمراء, خلايا الدم البيضاء, وعندي البلتلت تمام اللي هي عندي صفائح دموية. هلأ هاي الخلايا كلها بتكون مرتبة في جسم الإنسان أو في دم الإنسان بطريقة معينة, طريقة ترتيبها بنسميها أكزيال تمام. هسا راح أحكي لك ليش بنسميها أكزيال. أول إشي خلينا نشوف شو هذا الترتيب. أول إشي بتكون عندي الوايت بلود سيلز, هي مبين عندك هون, هيها الوايت بلود سيلز الأكبر حجما. بعد هيك بتيجي عندي الريد بلود سيلز كريات الدم الحمراء, هيها موجودة عندي هي هون, هي الريد بلود سيلز محيطة تمام بطريقة معينة بالوايت بلود سيلز. بعد هيك بتيجي من فوق اللي هي عندي البلتلت الصفائح الدموية. هلأ وجود اللي هو عندي الوايت بلود سيلز في منتصف الترتيب تمام, ليش طبعا هي موجودة في منتصف الترتيب؟ لأن هي الأكبر حجما من بين خلايا الدم, وبعدين تتلوها في الحجم الريد بلود سيلز, وآخر إشي عندي البلتلت. وجود اللي هو عندك الوايت بلود سيلز تمام في المنتصف يليها اللي هو عند الريد بلود سيلز يليها البلتلت, هاي بنسميه الاكزيال بلود فلو, الترتيب المحوري ماشي لمحتويات الدم.
هلا وجود اللي هو عندي البطانة اللي أنا حكيت عنها ماشي في النسيج، ووجود اللي هو عندي هذا الترتيب المحوري لخلايا الدم ضمن أو جوا النسيج، هو ما يساعد على إنه الجريان تاع الدم في اللي هو في الفيسل في الوعاء الدموي يكون طبيعي. اي انتربتد بيصير عندي في البطانة، يعني اي خلل بيصير عندي في بطانة اللي هو الوعاء الدموي، او اي خلل بيصير عندي في هذا الترتيب المحوري لمحتويات الدم او لخلايا الدم، وقتها راح يؤدي الى تراكم لمحتويات الدم لخلايا الدم في مكان معين او على جدران اللي هو الوعاء الدموي، ويتشكل عندي الثرومبوسيس بطريقة معينة. أعطيك أقرب مثال أنتوا الآن أكيد عارفينه اللي هو الانفلاميشن، لما يتعرض الإنسان لانفلاميشن أو بديش انفلاميشن، لما يتعرض الإنسان لجرح، انجرحت أنت في إيدك على سبيل المثال وبلشت اللي هي الجلد تاع الإيد بلش يطلع منه دم، طبعا خروج الدم ينم عن أنه صار في عندي مشكلة أو دمج في الفيسل البلود فيسل اللي كانت موجودة في اللي هو عندي الجلد. نفترض أنه الآن صار عندي اللي هو جرح هون، تمام، انت انجرحت بايدك واذيت عملت دمج لهذا البلود فيسل الموجود فيه. تخيل هذا البلود فيسل الموجود عندي وين؟ في الجلد. طبعا كنتيجة طبيعية لحدوث دمج او لحدوث الجرح هذا راح يصير عندي دمج في البطانة تاعت اللي هو النسيج، الدمج في البطانة تاعت النسيج راح تؤدي الى اللي هو انه يصير في عندي تدفق للدم برا اللي هو عندي الفيسل. طبعا تدفق الدم بهاي الطريقة ايش بنسميه؟ بليدينج، تمام، اللي هو عندي البليدينج النزيف. طبعا انت بتعرف انه الجسم عادة ما بيميل الى انه دائما يصلح حاله من حاله قبل ما اي حدا يتدخل فيه، وطبعا انت عارف انه مشكلة البليدينج مشكلة كثير خطيرة، لانه جسم الانسان بيقدر انه يستوعب او يتحمل، تمام، اللي هو النزيف لحد معين، بعد هيك بتبطل عندك النيجاتيف فيدباك انه والله تخلي كل الانسجة الموجودة في الجسم او الاوعية في الجسم انه تعمل اللي هو النيجاتيف فيدباك اللي اخذناه في الفيسيولوجي في سنة اولى، حكينا انه بس يبلش نزيف الانسان بتبلش الاوعية الدموية تلقائيا يصير لها كونستريكشن بحيث اني اقلل فاقد الدم، وبيصير في عندي كذا اللي هو شغله ضمن اللي هو نيجاتيف فيدباك اللي بتصير عندي بحيث انه يقل عندي فاقد الدم او فاقد الجسم من الدم. طبعا هاي نيجاتيف فيدباك حكينا انها بتضل شغاله لحد معين، لحد ما ينزف الانسان كم معين، بعد هيك ببطل جسم الانسان يستوعب وبتشتغل عندي البوزيتيف فيدباك انه بيزيد النزيف بدل ما يقل، تمام. فمشكله النزيف مشكله حقيقيه ما بقدر اني اسكت عنها، فلهذا السبب بمجرد ما صار في عندي دمج في اللي هو عندي في الفيسل في الوعاء الدموي وبعد هيك يتبلش عندي مشكلة البليدنج، بتنبه الجسم دغري لهاي المشكلة، بعدين بيروح بيحاول انه يصلح الخلل منه لحاله. كيف رح يحاول انه يصلح الخلل؟ اول اشي بينادي البلتلت، تمام، وقبل ما ينادي البلتلت رح يصير في عندي فازو كونستريكشن جوا هذا اللي هو عندك البلود فيسل، ماشي، رح يعمل منه لحاله تضيق، تمام. اذا رح يصير في عندي كونستريكشن في اللي هو عندي في الوعاء الدموي، طبعا اللي هو الفازو كونستريكشن هو بيكون عندي جاي من تحفيز باثوي بنسميه عندك اللي هو الاريكودونيك اسيد باثوي، بيطلع من هذا الباثوي شيء بنسميه الثرومبوكسان A2. خلي لي هاي الفكره في بالك اللي هو الاريكودونيك اسيد باثوي وعندك اللي هو الثرومبوكسان A2. بس الان المطلوب منك تعرف انه اول شيء راح يصير عندي بعد البليدنج هو فازو كونستريكشن، تضيق في الوعاء الدموي بحيث اني اقلل فاقد اللي هو الدم من فاقد الجسم من الدم. كيف صار عندي اللي هو الفازو كونستريكشن؟ نتيجة مادة بنسميها الثرومبوكسان A2. الثرومبوكسان A2 من وين اجت؟ اجت من باثوي بنسميه عندك اللي هو الاريكيدونيك اسيد باثوي، تمام، هلا راح احكي لك عنه. بعد هيك راح يشتغل عندي عامل اخر بنسميه عندك اللي هو الفون ويلبريند فاكتور. هلا الفون ويلبريند فاكتور هذا راح يؤدي الى انه يعمل ينادي البلتلت، مش احنا حكينا انه في عندي بلتلت موجودة في اللي هو الدم، تمام، راح يقول لها يا بلتلت تعالي اركضي بسرعة، في عندي انا دمج الان في هذا النسيج، علشان بيساعد انه يصير في عندي تراكم للبلتلت واحدة فوق الثاني واحدة فوق الثاني في السايت ماشي اوف ذا دمج او في السايت اوف ذا انجري، بحيث برضو انها تعمل على ايش اللي هي انسداد او تعمل اللي هي زي ما حكينا انسداد مؤقت، ماشي، لا اللي هو الفتحه او الدمج اللي صار عندي في الفيسل، بحيث برضو انها تقلل فاقد الدم الجسم من الدم، تمام. هلا بحكي لي انه بس تتجمع، طبعا بشكل ادق قبل ما نكمل، اللي هو عندي الفون ويل برين فاكتور هاد بيكون مسؤول عن اللي هو البلتلت اجريجيشن،
كلمة aggregation تعني تجمع أو تراكم للبلتلت في السايت of the damage. هلأ البلتلت لحالها مش قادرة، يعني أنا هون عندي السايت of the damage على سبيل المثال، أوكي صار في عندي تراكم للبلتلت، بس البلتلت لحالها ما رح تقدر تمنع أو تقاوم الضغط العالي تمام لتدفق الدم من جوا الفيسل إلى براته، عشان يصير في عندي اللي هو أو يعني البليدنج اللي صار عندي، ما رح تقدر البلتلت لحالها تقاوم هذا الموضوع، فبتحاول إنها قدر المستطاع تكون مور ستيبل أو تشكل عندي إيش اللي هو خثرة أو كلوتينج تمام، هاي أو يعني بنسميها سدادة بطريقة أدق. ماشي، كيف لما حنفيت المي تخرب عندك وتروح تحط لها أنت سدادة عشان يقل عندك فاقد المي تمام، الهدر تاع المي، نفس الفكرة بالدم. ماشي، الجسم بيحاول انه يشكل من خلاياه نفسه او من خلايا الدم نفسها تمام، مع مواد بيحفزها بباثوي معينة تمام، هاي المواد انه او هاي السدادة بيحاول انه يصممها منه لحاله. كيف هاي السدادة بيجيبها وبيحطها في السايت اوف ذا اللي هو انجري او في السايت اوف ذا دامج، بحيث انه يقلل الفاقد تاعه من ايش، من الدم. ماشي الكلام. طيب هلا هاي السدادة زي ما حكينا بلشنا فيها ببلتلت، مين ناداها؟ ناداها الفون ويل برينت اللي هو عندي فاكتور، قال لها تعالي على السايت اوف ذا دامج. اجت البلتلت زي ما حكيتنك، ماشي صمدت لفتره معينه بس ما رح تقدر تكمل لحالها، ما رح تقدر تكمل، فبتيجي عندي ماده ثالثه بنسميها عندك الفيبرونوجين. هلا الماده ماده الفيبرونوجين بتروح بتعمل زي ايش، بتروح بتعمل زي خطوط وصل، بتمد خط بين كل بلتلت والثاني، بلتلت والثاني، هي بنسميها بريدج تمام، بتصير بتعمل بريدج اللي هي جسور بين كل بلتلت والثاني. هاي البريدج، البريدج شو هدفه؟ انه يعمل اللي هو البلج او اللي هي السداده تاعت البلتلت، يعملها شويه اكثر مقاومه تمام، يعني يزيد من قدرتها او مقاومتها ضد اللي هو من الضغط تاع الدم من انه يطلع، عشان تقاوم خروجه من جوا اللي هو عندي الفسل الى براتها. لكن استل انه الفيبرونوجين يعني هش تمام، والبرج اللي عمله ما كان كثير قوي، والسداده اللي شكلها هاي السداده الان اللي تشكلت عندي بالكامل استل انستابل ماشي اند لوز، يعني ضعيفه ما رح تقدر تمنع كثير دم عندي. فرح شو رح يصير الآن عندي؟ رح يبلش عندي سيد العزيز اللي هو إيش، تحويل. الآن أنا بحاجة إني أحول الوضع اللي صار عندي من مجرد اللي هو عندي بلوج اللي هي سدادة إلى خثرة قوية solid and stable. هاي الخثرة بنسميها الثرومباي تمام، بحيث إنها جد تيجي في مكان اللي هو عندك السايت of the action، واللي هو تكون إيش، تكون كثيفة تمام، متينة، واللهم صل على سيدنا محمد، وسوليد اللي هي شو يعني سوليد، قوية جدا تمام، وصلبة جدا وستيبل مستقرة، بحيث انها تقدر تعاكس او تقاوم الضغط تاع الدم تمام. وهي طبعا الخثرة احنا ايش بنسميها، ثرومباي او كلوت. هاي الثرومباي كيف راح يتحول عندي الوضع من البلوك السداد الهشة للثرومباي؟ هذا الاشي بتحول عن طريق كاسكيد بنسميه اللي هو الكوأجوليشن كاسكيد، اللي هو سلسلة من التفاعلات، من تفاعلات البروتينات راح تخليني بالنهاية أوصل للثرومباي. طبعا الثرومباي هاي شو فكرتها، شو اللي تغير من البلوج للثرومباي؟ اللي تغير يا سيد العزيز انه انا بالاول كان عندي البلتلت هاي تمام، وكان بيناتها ايش عندك اللي هو الفيبرونوجين صح، اللي هو عندك كان الفيبرونوجين، وقلنا انه الفيبرونوجين هو كان عبارة عن شكل لي بلوج، هاي البلوج كانت هشة وانستيبل. كيف تحولت عندي لثرومباي؟ تحولت عندي لثرومباي بوجود مادة نسميها لثرومبين اللي هي جاية من الكوأجوليشن كاسكيد، بالإضافة إلى وجود الفيبرين، مادة الفيبرين هي خيوط الفيبرين هي الآن اللي راح تتولى عملية الربط بين البلتلت واللي هو تثبيت الثرومبين عندي في الخثرة، وبالتالي الوضع راح يكون بما انه خيوط الفيبرين راح تكون اقوى بكثير من الفيبرونوجين تمام، وبما انه صار في عندي مادة اضافية اللي هي عندك الثرومبين، وبما انه كمان الآن صار تماسك البلتلت بين بعضها اقوى، وقتها راح تصير في عندي الخثرة او الكلوت المتشكلة راح تكون اكبر قدرتها، يعني مقاومتها راح تكون اكبر بكثير من لو كانت عندي مجرد بلوج ضعيفة وهشة. بعد هيك طبعا لما تتشكل عندي اللي هو في السايت اوف ذا انجري، الان انا هون كان عندي زي ما حكينا السايت اوف ذا انجري، عملت اللي هي الخثرة الان هون ماشي، الكلوت القوية السداد القوية اللي هون، الان الجسم هذا الاشي رح يعطيني فرصة او رح يعطي لا اللي هو البلود فيسل فرصة على انه يعمل ريستور للانسجة والخلايا اللي تدمرت فيه، الاندوثيليال سيل وسموث مصل ماشي سيلز اللي تدمرت فيه
الآن بس يصير في عندي اللي هو هيلينج شفاء للجرح اللي صار عندي في اللي هو في النسيج وفي البلود فيسل، الآن أنا بطلت بحاجة لهاي الخثرة خلاص، فبيصير في عندك فيبرينولايسيس لما تتحلل عندي الخيوط اللي كانت رابطة اللي بلتلت مع بعضها البعض، وصار عندي استعادة سيل لاير ريستور اللي هو أنا استعادت الاندوثيليال سيل طبيعية والسموث مصل سيل رجعت عندي طبيعية، فخلاص ما فيش داعي لتراكم البليتلت، البليتلت بترجع لمكانها في الدم ماشي، يعني لما جراها في الدم، وعندك اللي هو الفيبرين خيوط الفيبرين اللي كانت ماسكة اللي هو البليتلت مع بعض البعض بعمل لها لايسز وبتمشي مع الدم وخلاص بتنتهي عندي، بتتلاشى عندي هاي الخثرة وبرجع الوضع طبيعي زي ما حكينا سيل لاير ريستور، بس تعيد اللي هو السيل لاير مرة ثانية برجع الوضع عندي الى مجراه. بعد ما حكيت لك عن الطريقة اللي بتشكل فيها الثرومباي في اكثر مثال واضح، طبعا اكيد الخثرة او الثرومباي او الثرومبوسيس، عملية الثرومبوسيس ما بتصير بس في حالة الانفلاميشن او لما يتعرض عندك بلود فيسل لدمج معينة او لانجري معينة، اكيد في حالات ثانية بصير في عندك فيها ثرومبوسيس، وهاي الحالات مش بتكون جاية من فيدباك موجودة في جسم الإنسان أو من كوركشن ميكانيزم طبيعية في جسم الإنسان، لا هاي الثرومبوسيس مرات ممكن تنشأ في جسم الإنسان من حالات باثولوجيك تمام اللي هو باثولوجيكال ستيت وتتسبب عندي في مشاكل كبيرة جدا. الآن أنا ضمن عملية تكون الثرومبوسيس أو الثرومباي اللي حكيت لك عنها ذكرت لك مادتين أساسيات، الأولى سميت لك هي ثرومبوكسان A2 أو حكيت لك عن إشي بنسميه coagulation cascade، لكن ظلت عندك علامة سؤال كثير قوية إنه الثرومبوكسان A2 من وين إجت تمام؟ هاي سيد العزيز الثرومبوكسان A2 إجت من pathway أو من تفاعلات لمادة بنسميها arachidonic acid. هلأ عند الأريكيدونيك أسد هذا هو عبارة عن حمض بيدخل في series of the reaction، مجموعة من التفاعلات هيك شايفها، هاي التفاعلات ماشي بتنتهي بتكون اللي هو أو من ضمن الميتابولايت اللي هو أو نواتج اللي هو التفاعلات اللي بيشتغل فيها الأريكيدونيك أسد رح تطلع عندي مادة الثرومبوكسان A2. هلأ مادة الثرومبوكسان A2 كحكي لك إنها بتتسبب في الفازو كونستريكشن إذا تضيق النسيج او اللي هو البلود فيسل لما بصير في عندي مشكله في البطانه او في السموث مصل او يتعرض لانجري ودمج معينه، بالاضافه الى انه بيعمل بروموشن تمام لا اللي هو عندك البليتلت اجريجيشن اللي هو تراكم عندي البليتلت في السايت اوف ذا انجري او في السايت اوف ذا دامج. فطبعا هذا المخطط اكيد معكم خبره، ليش؟ لانه انتم درستوا الانفورميشن في الباثولوجي تمام، طبعا فاكيد هذا شو اسمه المخطط هذا مر عليكم فما راح ندخل في تفاصيله. طب ليش جبتي لي هذا المخطط؟ شو بدي من هذا المخطط؟ بدي منك تعرف مادتين، الاولى اللي هو ثرومبوكسان تمام، وانه وظيفتها بتعمل فازو كونستريكشن تمام في البلود فيسل، وكمان بتعمل بروموشن للبليتلت اجريجيشن. بدي تعرف ماده ثانيه من هذا المخطط اللي هي بنسميه عندك البروستاسايكلين تمام، رح نحكي عنها ان شاء الله لقدام. بدك تفرق انه وظيفتها بتختلف بالرغم من انها جاي من نفس الحمض اللي هو الاريكيدونيك اسيد، الا انها وظيفتها انها بتعمل فازو دايليتيشن يعني وظيفه معاكسه تماما للثرومبوكسان A2، وبرضه بتعمل انهيبيشن للبليتلت اجريجيشن. اذا من هذا المخطط شو بدي منك تعرف؟ شغلتين، انه الثرومبوكسان اللي اصلا حكيت لك عنه في السيريس او في الباثوي تاع اللي هو التشكل التخثر تمام، الثرومبوكسان A2 هو جاي من الاريكيدونيك اسيد ووظيفته فازو كونستريكشن بليتلت اجريجيشن. بدي منك تعرف كمان انه من نواتج ماشي المواد الناتجه عن الاريكيدونيك اسيد هو البروستاسايكلين تمام، واللي وظيفته معاكسه تماما للثرومبوكسان تمام A2، واللي هي انه بيعمل فازو دايليتيشن بالاضافه الى ايش؟ انه بيعمل انهيبيشن للبليتلت اجريجيشن ماشي. طيب حكينا عن اللي هو برضه اشي سميت لك اياه كواجيليشن كاسكيد، وحكينا هو اللي رح يحول عندي الوضع او هو اللي رح ينتج عندي بالنهايه اللي هي الفيبرين تمام، خيوط الفيبرين اللي انا رح استخدمها عشان تحول عندي اللوز loosely plug اللي هي السداد الهشة اللي كانت في site of the injury حولها لسداد قوية أو لخثرة كثير قوية بالتعاون مع مادة اللي هو عندك الثرومبين، مادة اللي هو عندك الثرومبين. فأنا بهمني من الكوأجيليشن مادتين اللي هو عندك الثرومبين ومادة الفيبرين، بس برضه بهمني كمان أكون عارف اللي هو عندي الفاكتور اللي أدت إلى حدوث أو اللي شكلتها أو serious of the reaction اللي أنا من خلالها حصلت على مادة اللي هو اللي هو عندك الثرومبين ومادة الفيبرين. طلع علي سيد العزيز، هلا هذا الكوج الكاسكيد او اللي هو عندك الباثوي اللي انا بحصل فيه على الثرومبين وعلى مادة الفيبرين بنسميه كوأجيليشن كاسكيد،
والكوجيليشن كاسكيد هو عبارة عن بروتين انتر اكشن، سلسلة من تفاعلات البروتين مع بعضها البعض اللي زي ما حكيت لك منها بالاخر راح احصل على فيبرين ديبوزيشن في السايت اوف ذا انجري. تمام، يعني انا هدفي الاخير من سلسلة الرياكشنز الكيميائية شو اسمه البروتينية، يعني تفاعلات البروتينات بين بعضها اللي انا بيهمني بالاخر اني اوصل للفيبرين. تمام، واعمل ديبوزيشن لهذا الفيبرين في السايت او في اللوكيشن اوف ذا انجري، واني احول زي ما حكيت لك السداد الهشة الى سداد قوية ومقاومة. كيف هذا الاشي بيصير؟ بيصير عن طريق اللي هو تو باثويز، اشي بنسميه اكسترنسك باثوي وانترنسك باثوي. طبعا هذول الاثنين مكملات لبعض او في بيناتهم نقطة التقاء وترابط صراحة احكي لك عنها. خلينا نبلش بالاكسترنسك باثوي. هلا لما بصير في عندي دمج او بنسيج معين، اشي طبيعي رح يطلع منه اشي بنسميها اللي هو التيشو فاكتور. تمام، هلا هاي التيشو فاكتور هي هم صار عندي تروما في نسيج معين، رح يطلع عندي اشي بنسميها التيشو فاكتور. هلا هاي التيشو فاكتور راح تتفاعل مع مادة بنسميها اللي هو عندي ايش، او مع فاكتور بنسميه اللي هو فاكتور 7. اذا الان لاحظ الان صار في عندي شو اسمه تفاعل، او قبل ما نحكي عن التفاعل تاع اللي هو فاكتور 7 خلينا، او قبل ما نحكي عن الاكسترنسك باثوي لانه اني ابلش فيه ممكن يكون شوي صعب عليكم، فخلينا نبلش من الانترنسك باثوي. هلا فكرة اللي هو الكوجيليشن كاسكيد بشكل عام انه في عندي بروتين، هذا البروتين راح يتم تحفيزه من الان اكتف فورم للاكتف فورم، وهيك يعني راح اضل احول بروتين من ان اكتف فورم لاكتف فورم، من اكتف فورم ان اكتف فورم لاكتف فورم، لحد ما اوصل لنقطة معينة ماشي توصلني للفيبرين والثرومبين. طيب نبلش بالانترنسك باثوي. طلع الانترنسك باثوي راح يبلش بعندي بفاكتور بنسميه الفاكتور 12، راح يتحول عندي الفاكتور 12 من الانكتيف فورم لا اللي هو عندك الاكتيف فاكتور 12. طبعا الاي جنب اللي هو رقم الفاكتور معناها اكتيف، ففاكتور 12 اول اشي بلش من فاكتور 12 الى اللي هو الاكتيف فاكتور ايش اللي هو 12. هلا الفاكتور اكتيف 12 راح استخدمه في تحويل الفاكتور ايش، الفاكتور 11 الى الاكتيف فاكتور 11. تمام، الخطوة اللي بعدها راح استخدم الفاكتور اكتف فاكتور 11 تمام او 11 في اللي هو عندك تحويل ايش، او في الاكتيفيشن تاع مين الفاكتور 9، باني احوله من فاكتور 9 ان اكتف الى فاكتور 9 ايش اكتف بمساعدة مين اللي هو الاكتف فاكتور 12. هسا راح يا سيد العزيز استخدم اللي هو الاكتف فاكتور 9 مع مساعدة من اللي هو الاكتف فاكتور 8، هذا هو الاكتف فاكتور 8، راح استخدمهم مع بعضهم البعض الى تحويل اللي هو في تحويل او في الاكتيفيشن تاعت الفاكتور 10 الى ايش، الى اكتيف فاكتور 10. وطبعا بدك تكون عارف انه الفاكتور 10 هو اهم فاكتور موجود في الكوجيليشن كاسكيد على وجه الخصوص. تمام، طلع عندي هلا نفس الفكره ماشي عند اللي هو الفاكتور الاكتيف فاكتور اي. تمام، راح يقوم بمساعده تمام بمساعده من اللي هو الفاكتور الاكتيف فاكتور 5، هذا هو عندي الفاكتور او الاكتيف فاكتور 5 مع اللي هو الاكتيف فاكتور 10، هذول الاثنين مع بعض راح يروحوا راح يحولوا عندي للثرومبين، من اللي هو عندك البروثرومبين راح يحولوا لي اياه الى ثرومبين. اذا البروثرومبين هو ان اكتيف، راح يحولوا لي اياه للثرومبين. للثرومبين راح استخدمه في تحويل الفيبرونوجين اللي هو الانكتيف فورم من الفيبرين الى الاكتيف فورم اللي هو ايش الفيبرين. الفيبرين يا سيد العزيز راح يكون على شكل خيوط. تمام، هاي الخيوط راح استخدم اول شيء الفيبرين بحد ذاته واعمله ديبوزيشن في السايت اوف ذا انجري، وراح طبعا راح ينشا عندي على شكل خيوط برضه. هاي الخيوط راح تعمل راح تربط بين البليت الموجوده في السايت اوف ذا انجري، وراح تعمل مش شبكة أو نتورك راح تساعدني في اللي هو البلود كلوتينج. إذن هذا هو عندي الانترنسك باثوي. تعال نشوف الاكسترنسك باثوي. الاكسترنسك باثوي يا سيد العزيز ببلش عندي من الاكتيفيشن تاعت أي فاكتور، ببلش عندي شو اسمه الاكسترنسك باثوي ببلش عندي من الاكتيفيشن تاعت الفاكتور 7. هاي عندي الفاكتور 7 بحوله من الانكتيف فورم إلى اكتيف اللي هو فاكتور 7. هلا عندي الاكتيف فاكتور 7 بيتحد مع التيشو فاكتور مع بعضهم البعض، هذول الاثنين بيعملوا لي اكتيفيشن لامين للفاكتور 10. اذا طلع انه الاكسترنسك باثوي والانترنسك باثوي راح يشتركوا مع بعض في نقطه مين، في نقطه اللي هو عندي الفاكتور
10 اكتف او الاكتف فاكتور 10، بس طريقة الاكتيفيشن للفاكتور 10 كانت مختلفة بين الانترنسك والاكسترنسك. الانترنسك ماشي استخدمت كذا فاكتور علشان اعمل يعني الاكتيفيشن اوف ذا اللي هو سيريس اوف ذا بروتينز او فاكتورز علشان بالاخر اوصل لمين اللي هو الاكتف فاكتور 10. لكن هون في الاكسترنسك باثوي عملت اكتيفيشن للفاكتور 10 عن طريق اتحاد بين الاكتيف فاكتور 7 مع مين التيشو فاكتور. التيشو فاكتور هي عباره عن فاكتور بتطلع من الدمج تيشو. طيب نفس الفكره، لما وصلت انا للاكتيف فاكتور ايش اللي هو عندي 10، راح استخدم عندي اللي هو مساعده من الاكتيف فاكتور 5، راح احول البروثرومبين من خلال اللي هو عندي هذول الاثنين مع بعض راح يحولوا لي البروثرومبين الى ثرومبين، راح استخدم الثرومبين اتسل في تحويل الفيبرونوجين الى فيبرين، ومن ثم يصير في عندك ديبوزيشن للفيبرين في السايت اوف ذا اكشن، وبعد هيك اللهم صل على سيدنا محمد في السايت اوف ذا اكشن او في السايت اوف ذا انجري، واللي هو تكوين المش، وهي المش هي اللي راح تخلي لي الكلوتينج مور اللي هو ستيبل. تمام. طيب الآن بعد ما حكينا عن اللي هو الطريقة اللي بتشكل فيها الثرومبوسيس أو عن عملية الثرومبوسيس كيف بتصير، وبعد ما حكينا عن اللي هو إيش اللي هو الكوأجيليشن كاسكيد كيف بيصير، ومادة الثرومب اللي هو مادة الثرومبوكسان A2 ماشي، ومادة اللي هو عندك البروستاسايكلين اللي حكيت لك مهم إنك تعرفهم من الأركيدونيك باثوي، بيضل عندي إني أحكي لك شغلة مهمة. هلأ ليش أنا حكيت لك كل هذا الاشي؟ علشان في عندي اصطلاحات هسه لما امر عليها بالسلايدات ما رح تفهم علاقتها بالدواء بدون ما تفهم معناها، تمام؟ يعني من وين اجت الميكانيزم اللي اجت من خلالها، تمام؟ وبيضل عندي قبل ما ابدا لك بالادويه اكمل فكره. اول اشي لازم تفرق عندي بين كلمه ثرومبوسيس وبين كلمه امبوليزم. هلا ثرومبوسيس يا سيد العزيز معناها طبعا كلمة thrombosis it is the formation of the blood clot، إذا إني أكون خثرة من الدم inside the blood vessel جوا اللي هو الوعاء الدموي. طبعا هاي thrombosis راح تعمل لي obstruction للflow of the blood through the circulating system، إذا الخطر تاع thrombosis أنا راح تعمل لي تضيق في اللي هو الوعاء الدموي وتقلل التروية الواصلة من الدم لنسيج معين. هاي كلمة thrombosis، لكن طول ما هي الخثرة موجودة وثابتة في مكانها في جدار، تمام، اللي هو البلود فيسل في مكان معين بضل أسميها ثرومبوسيس. لكن إذا هاي الخثرة انفكت عن هذا الجدار، تمام، تاع الوعاء الدموي اللي تكونت فيه وتحركت، تمام، إلى وعاء دموي آخر عبر السيركوليشن وعملت أوبستراكشن في مكان ثاني غير المكان اللي تشكلت فيه هاي الخثرة، تمام، في وعاء دموي غير الوعاء الدموي اللي تشكلت فيه هاي الخثرة، وقتها بسميها إمبوليزم. طبعا الوضع في الإمبوليزم بيكون أخطر بكثير من الثرومبوسيس. ليش؟ لأنه الإمبوليزم مثلا ممكن توصل للأوعية الدموية تاعت البرين تاعت الدماغ، ممكن توصل للأوعية الدموية تاعت الرئة، ممكن توصل للأوعية الدموية تاعت من القلب، وانت بتعرف انه البرين واللي هو واللنج والهارت هذول من ثلاث اكثر اماكن حساسة في جسم الانسان، فبالتالي اللي هو عندك يعني الضرر اللي راح يكون ناشئ من الابستراكشن اللي راح يصير في البلود فيسل نتيجة لهذا الامبوليزم راح يكون اخطر بكثير من اي مكان ثاني صار فيه ثرومبوسيس او صار فيه امبوليزم. تمام. طيب هلا الان ان شاء الله راح نبدأ بتفاصيل الادوية، تمام. رح نحكي الآن عن مجموعات الأدوية اللي خاصة بالثرومبوسيس. بسم الله نبدأ. أول إشي بيحكي لك إنه الدراج ثيرابي أوف ذا ثرومبوسيس بتكون عندي أنتي كوأجولنت فاكتورز، في عندي أنتي بليتلت فاكتور، في عندك اللي هو الفيبرينوليتيك فاكتور. هلا عندك الأنتي كوأجولنت فاكتور موضح لك إياها اللي هي انترفير وذ ذا كوأجوليشن فاكتور، حكينا عنهم قبل شوي. الكوأجوليشن فاكتور شو يعني كوأجوليشن فاكتور؟ يعني اللي هم الفاكتور اللي أنا استخدمتهم في الكوأجوليشن كاسكيد، تمام؟ شفت كيف إنه كل فاكتور كان يعمل اكتيفيشن لفاكتور ثاني هيك لحد ما وصلت للثرومبين ومن الثرومبين للفيبرين. طبعًا الآن إذا أنا وقفت اللي هو الكوأجوليشن فاكتور راح يصير في عندك اللي هو الثرومبوسيس فورميشن، شو راح يصير له؟ إنهيبيشن، راح أوقف تكوين الثرومبوسيس لأنه ما في ثرومبوسيس صح بدون فيبرين، والفيبرين ما راح يتشكل عندي بدون ما يمشي عندي الكوأجوليشن كاسكيد بطريقة سليمة، تمام؟ فإذا أنا وقفت الكوأجوليشن فاكتور، تمام، أو عملت خلل أو تثبيط لوحدة من هاي الكوأجوليشن فاكتور، خاصة إذا كانت كوأجوليشن فاكتور بتدخل
بتصنيع الكوجوليشن فاكتور 10 الاكتف فاكتور 10. انت عارف انه هو اهم واحد في الكوجوليشن فاكتور. وقتها مستحيل اني اوصل لاخر الكوجوليشن كاسكيد اللي هو, وما في بالتالي ما في عندك فيبرين وما في ثرومبين وبالتالي ما في تخثر. طيب الانتي بليتلت فكرتها انها انترفير وذ اجريجيشن اوف ذا بليتلت اند لو عندك ثرومبوسيس فورميشن. هلا زي ما حكينا انه اهم نقطه ونقطه كثير مهمه انه يجي عندك تتجمع عندي البليتلت في السايت ماشي اوف ذا دامج او في السايت اوف ذا انجري, لانه البليتلت هي اللي راح اربطها مع بعضها البعض عن طريق الفيبرين ماشي, واشكل المش او النت وورك السوليد والستيبل في السايت اوف ذا اللي هو عندك انجري, او اللي هي اللي راح تتأمن البليتلت مع الفيبرين. هم الاثنين هذول عاملين مهمات عشان يأمنوا الاستابيليتي تمام تاعت الثرومبوسيس. فما إذا ما في بليتلت ما في ثرومبوسيس ما في خثرة تمام. هلا عندك الفيبرينوليتكس, هلا فكرتها انها انترفير اور اللي هو بتعمل اللي هو عندك انديوس اللايسيس ماشي اوف ذا فيبرين. هلا زي ما حكينا ما في فيبرين ما في خثرة, فبالتالي انا لما بيكون في عندي خثره ماشي نتيجه في باثولوجيكال ستيت وانا بدي اخلص منها, بدخل في الجسم ادويه تحفز اللي هو اللايسيس تاع الفيبرين. هلا لما بتكسر عندي الفيبرين بحرر انا البليتلت وبترجع للمسار تاعها بشكل طبيعي في الدم تمام, وبالتالي ما في خثره. اذا ما في فيبرين مش اللي هي النتورك تاعت الفيبرين يعني ما في اللي هو تخثر. فهي بشكل عام اللي هو الادويه اللي انا راح استخدمها في علاج الثرومبوسيس. نبدأ فيهم واحد واحد. الأنتي كوأجيلنت فاكتورز تمام, نبدأ ب أو اللي هي الأنتي كوأجيلنت ايجنت. هلا يا سيد العزيز الأنتي كوأجيلنت ايجنت بيكون في عندي اللي هو ثلاث مجموعات من الأدوية تابعة للي هي الأنتي كوأجيلنت ايجنت. المجموعة الأولى هي عندك الإندايركت ثرومبين ماشي, عندك إنهيبيتور, في عندك الدايركت ثرومبين إنهيبيتور, والمجموعة الأخيرة أورال أنتي كوأجيلنت. أوكي حكينا انهم بيكونوا عندي ثلاثة, الاندايركت ماشي عندي ثرومبين, وفي عندي الدايركت ثرومبين انهيبيتورز, وفي عندي اللي هم الليبريدينز. هذولا طبعا وضعهم بيكون كالتالي. نبدأ اولا فيهم واحدة واحدة. اول اشي بالنسبة الى اللي هو الاندايركت ثرومبين انهيبيتور, الفكرة هون انه انا راح امنع تشكل اللي هو تكون الثرومبوسيس عن طريق اللي هو وسيط. يعني الدواء هو راح يكون لي كومبلكس او وسيط معين تمام, وهذا الوسيط هو اللي راح يمنع او هو اللي راح يشتغل على شغله معينه تمنع لي تشكل او تكون الثرومبوسيس. يعني في وسيط بالنص. هاي كلمه انه اندايركت, ان احنا يعني هالكلمه مفروض تعودنا عليها. كلمه اندايركت يعني انه ما راح استخدم الدواء نفسه او مش الدواء نفسه هو اللي راح يشتغل, لا الدواء راح يصنع لي كومبلكس او راح يصنع لي وسيط. هذا الوسيط هو اللي راح يشتغل على فاكتور معين او راح يشتغل على مكان معين, هذا المكان هو اللي راح يؤدي الى توقيف عمليه اللي هو تشكل الثرومبوسيس او الخثره تمام. طيب هلا الاندايركت في عندي نوعين من الادويه في مجموعه الاندايركت. اول شيء دواء الهيبرين. هذا الدواء الهيبرين لما أدخله في جسم الإنسان راح يؤدي إلى تكوين كومبلكس. هذا الكومبلكس وظيفته إنه يشتغل على اللي هم فاكتورز. إيش هم هذول الفاكتور؟ راح يشتغل عندي على الفاكتور 9 تمام, راح يشتغل عندي على اللي هو الفاكتور 9 الأكتف, طبعا فاكتور 9 راح يشتغل على الفاكتور 10, وراح يشتغل على اللي هو الأكتف برضه اللي هو فاكتور 11 واللي هو الأكتف فاكتور 12. يعني 9 و10 و11 و12 بس الاكتف 4 منهم, بالاضافه الى انه ماشي راح يؤدي الى انه بالتالي لما بيوقف عندي هذول الفاكتورز راح يعمل توقيف لهم تمام, وراح يعمل انهبت للتصنع للاكتيفيشن تاعهم للتصنع تاعهم, بالتالي انا ما راح اقدر اوصل للفاكتور تاع الثرومبين اللي هو في اخر الكاسكيد تمام. ما راح اقدر اوصل او ما راح اقدر احول او اعمل اكتيفيشن للبروثرومبين الى الاكتيف ثرومبين, ما راح اقدر احوله. وبالتالي بما انه ما في تحويل من البروثرومبين الى الاكتيف ثرومبين, ما راح اقدر استخدم الاكتيف ثرومبين في تحويل اللي هو الفيبرونوجين من الاكتيف فورم الى اللي هو الاكتيف فيبرونوجين. واضح الكلام؟ اوكي. هلا عندي اللي هو المجموعه الثانيه
اللي هي بنسميها low molecular عندك heparin. طبعا هذا الاختصار تاعها. الدواء المستخدم او مثال على low molecular heparin اللي هو عندك الانوكسابرين. هلا هذا الدواء برضو بيصنع لي كومبلكس او وسيط بالنص. هذا الكومبلكس رح يروح يشتغل على الاكتيفيشن تاع اللي هو الفاكتور 10، رح يعمل انهيبيشن للاكتيفيشن تاع الفاكتور 10. واحنا حكينا وعدنا وقلنا انه الفاكتور 10 هو اهم فاكتور موجود عندي في الكوغيليشن كاسكيد كلياته. فاذا انا ما قدرت اعمل اكتيفيشن للفاكتور 10 تمام، ما رح اقدر اوصل لنهايه الكاسكيد، فبالتالي ما في عندي ثرومبين او ما في تخثر. ماشي. طيب عندي المجموعه الثانيه اللي هي عندك الدايركت ثرومبين تمام، عندك انهيبيتور، في عندك زي دواء اللي هو بنسميه عندك البريدين، فكرته انه هو بنفسه بيروح بيعمل انهيبيشن تمام لتكوين الثرومبين. ماشي، يعني ما بيعمل اللي هو انهيبيشن للاكتيفيشن تاعت الثرومبين. احنا حكينا زي ما قلنا انه البروثرومبين لازم انا اعمل له اكتيفيشن للثرومبين، هو بيروح بيوقف هاي العمليه، وبالتالي ما بوصل لنهايه الكوغيليشن كاسكيد. في عندك اللي هو الاورال، ماشي، عندك انتي كوغيلانت. هلا الاورال انتي كوغيلانت فكرتها يا سيد العزيز، طبعا المثال عليها بالاول اللي هو الوارفرين. فكرتها انه هذا الدواء بيروح بيشتغل على اللي هو الفيتامين كي. هلا بيقول لك انه لقوا انه في عندي في الكوغيليشن كاسكيد في عندي فاكتور اساسيه الانهيبيشن الاكتيفيشن تاعها تاع هاي الفاكتور معتمد على وجود الفيتامين كي، بنسميها عندك الفيتامين كي ديبندنت فاكتور. فاذا ما في عندي فيتامين كي بكميات صحيحه او بكميات كافيه، ما راح يصير في عندك سينثيسيس اور اكتيفيشن بالنسبه لهاي الفاكتور. طبعا شو لقوا انه هاي الفاكتور عندي الفاكتور 2 تمام، الفاكتور 7، الفاكتور 9، والفاكتور 10. وقال لك انه الدكتور بتقدر تحفظها عندك الكي اكتوبر تمام، يعني لها علاقة. ماشي، وحرب اكتوبر صارت في 1973، بس انت حطها في 1972 تمام. فهي عندي الالف اللي هو عن العشرة تمام، وفي عندك الفاكتور 9 تمام، وفي عندك الفاكتور 7، وفي عندك الفاكتور 2، فبصير عندك 1972. واضح الكلام عشان يعني كطريقة للربط. هلأ طيب ايش بيعمل الوارفرين؟ الوارفرين بيروح بوقف اللي هو بيعمل بريفنشن اللي هو الرياكتيفيشن اوف ذا فيتامين كي. ما في عندي فيتامين كي، بالتالي بيوقف عندي الهيباتيك سينثيسيس اللي هو عندك لكل الفاكتور ماشي المعتمده على اللي هو الفيتامين كي. شو هم الفاكتورز المعتمده على وجود الفيتامين كي او مسميها الفيتامين كي ديبندنت فاكتور؟ حكينا فاكتور 2، فاكتور 7، فاكتور 9، فاكتور 1. فبيفوت عندك الوارفرين بيشتغل على اللي هو عندك الري اكتيفيشن تمام تاع الفيتامين كي، بيقلل الفيتامين كي. بس يقلل الفيتامين كي ان سينثيسيس، راح يصير في عندك سوبينج اور اللي هو ديكريز اللي هو عندك الهيباتيك سينثيسيس بالنسبه لهاي الفاكتورز تمام. اوكي طيب هيك طبعا احنا بنكون خلصنا الانتي كوجولانت فاكتور. نيجي على الان على المجموعه الثانيه من الادويه اللي هي عندك الانتي بلتلت. عندك اللي هو الفاكتور، حكينا طبعا احنا عن البلتلت اجريجيشن، وحكينا انه قايل لي انه البلتلت دونت اللي هو ستيك تو ذا هيلثي اندوثيليال سيل. زي ما حكينا انه طول ما عندي النسيج شغال بطريقه سليمه، وقلت لك انه علشان ما يصير في عندي اجريجيشن للبلتلت في عندي شرطين، انه البلد فلو يستمر بطريقته الاكزيال، يعني ما يصير في اختلال بترتيب خلايا الدم، ولازم يكون عندك البطانه تاعت اللي هو البلد فيسل تكون سليمه 100% من حيث الاندوثيليال والسموث مسل. فبقول لك انه البلتلت ما بتعمل ستيك او ارتباط مع الهيلثي اندوثيليوم، but if a vessel wall is damaged، يعني لما بصير في عندي دمج معين في الوول تاع اللي هو الفيسل، راح يصير في عندي اللي هو مشكله الاجريجيشن. exposure of the collagen in subendothelial will result in the platelet adhesion. زي ما حكينا راح يصير اول شيء عمليه لما يصير في عندي دمج، راح يصير في عندي adhesion بالاول ماشي لا اللهم صل على سيدنا محمد، adhesion بالنسبة لمين؟ لا اللي هو عندي للبلتلت، طبعا بمساعدة عندي اللي هو الفاكتورز. أهم الفاكتور اللي بتساعد عندي في عملية الأدهيجن اللي هو عندك الفاكتور 8 تمام، بالإضافة إلى حكينا عندك اللي هو الفاكتور الثاني اللي سميت لك إياه، عندي الول برينتد فاكتور طبعا، followed by اللي هو عندي إيش؟ الريليز رياكشن. طبعا هلا الريليز رياكشن إنه راح يصير يطلع عندي من البلتلت شو اسمه مواد تمام، زي عندك اللي هو الاي دي بي، وفي عندك اللي هو الفايف اتش تي، وفي عندك الفيبرونوجين، وفي عندك اللي هو ثرومبوكسين اي 2 ماشي، وفي عندك اللي هو البي اي اف. طبعا هاي المواد الريليز رياكشن مش من بس من البلتلت، يعني من اي باث واي ممكن يعمل ريليز
لا هاي المواد زي مثلا عندك الثرومبوكسين A2 هي عبارة عن ميتابولايت جاي من الأركيدونيك أسيد باثوي زي ما حكينا قبل شوي. فإنه زي ما حكينا عملية الأدهيجن تاعت البلتلت رح يصير في عندك ريليز رياكشنز رح تصير. هاي ريليز رياكشن رح تطلع لي كذا مادة، هاي المادة resulting in the platelet aggregation. طبعا من ضمن وظائف هاي المواد هي البلتلت أجريجيشن زي ما حكينا، تمام. طيب هسا نشوف شو هي الأدوية اللي بستخدمها في كأنتيكوأجولانت فاكتور. في عندي طبعا نوعين من الأدوية حسب اللي هو الميكانيزم اوف ذا اكشن. في عندك اللي هو أدوية بتشتغل على الميتابولايت اللي طالعة من الأركيدونيك أسد، وفي عندك أدوية ثانية لا تشتغل على البلتلت ريسبتور. وانت أخذته أكيد في الباثولوجي إنه في عندي ريسبتور مختلفة موجودة عندي في البلتلت، هلا رح نحكي عنها إن شاء الله. نيجي عندي على الميتابولايت اللي طالعة من الأركيدونيك أسد. أول إشي شو اسمه، في عندك اللي هو يعني الأول دواء أنا رح أشتغل فيه اللي هو عندك الدواء اسمه الأسبرين. طبعا فكرة الأسبرين إنه هو رح يروح يعمل إنهيبيشن للثرومبوكسين، الثرومبوكسين A2 اللي حكينا عنه. مش أنا ورجيتكم في بداية الفيديو إنه من الأريكودونيك أسد رح يطلع عندك الثرومبوكسين، أهم مادتين حكيت لك الثرومبوكسين A2 وعندك البروستاسايكلين، ماشي، تحديدا البروستاغلاندين G I2، تمام. هلا عندك الثرومبوكسين A2 هو بيعمل فازو كونستريكشن وبيعمل تحفيز للأجريجيشن، تمام، للبلتلت، تمام. طب أنا ما بدي يصير في عندي أجريجيشن للبلتلت، شو بروح بعمل؟ بعمل إنهيبيشن لهذا الثرومبوكسين A2. مين بيعمل له إنهيبيشن؟ اللي هو عندك الأسبرين. بس في عندي شرط عشان هذا الدواء يشتغل على البلتلت أجريجيشن أو على الثرومبوكسين A2، اللي هو إنه يكون بلو دوزز، يعني الدوز ما يزيد جرعتها من 75 إلى 150 ميلي جرام بكل يوم. هسا عندي نوع ثاني من انواع الادويه بنسميها البروستاسايكلين اي 2 اللي هو عندك انالوجز. طبعا شو معنى كلمه انالوج؟ انالوج معناها نظير او مشابه. هلا ليش انا بدي دواء مشابه؟ ليش انا بدخل ادويه للجسم مشابهه او نظائر اللي عندي للبروستاسايكلين؟ بدخل ادويه مشابهه للبروستاسايكلين لانه اذا بترجع عندي للمخطط اللي حكيت لك اياه، تمام، حكينا انه البروستاسايكلين بيعمل فازودايليتيشن توسيع لا اللي هو للفيسل، وغير هيك انه بيعمل انهيبيشن للبلتلت اجريجيشن، وهذا اللي انا بدي اياه يصير. انا ما بدي تتجمع البلتلت مع بعضها البعض وبالتالي يتكون عندي الثرومبوسيس، تمام. طبعا من الامثله عندك على هذا على يعني على هاي النظائر، طبعا اللي هو عندك الايبو برو، ماشي، يعني كدواء بنسميه اللي هو عندك الايبو برو ستينول، ماشي، عندك اللي هو الايبو برو ستينول ادرج او ايجنت. هلا عندي اللي هو المجموعه الثانيه من الانتي بلتلت اللي هو عندك ايجنت، اللي هي ادويه بتشتغل على الريسبتر الموجوده على البلتلت. في ادويه على البلتلت بنسميها الاي دي بي ريسبتر. في عندك دواء ممكن يعمل لها اللي هو عندك اللي هو بلوكينج، فبنسميه هذا الدواء بنسميه تاي كلوبيدين اللي هو ايجنت. اما في عندك اللي هو ادويه ثانيه ممكن استخدمها او ريسبتر ثاني ممكن اعمل له بلوكينج، طبعا اللي هو عندك الجي بي شو اسمه الجي بي 2 بي، واللي عندك اللي هو 3 اي اللي هو 2 بي 3 اي. طبعا هاي الريسبتر هي نوع من انواع الفيبرونوجين ريسبتر، فاذا وقفتها انت ما راح يصير في عندك ارتباط الفيبرونوجين، تمام، ولا اكتيفيشن للفيبرين. طبعا والمثال على هاي الادويه اللي هو عندك الترايوفيبرين، تمام، اوكي. هلا اخر مجموعه من مجموعات الادويه اللي راح نحكي فيها عن الادويه اللي بتعالج عندي الثرومبوسيس اللي هو عندك فيبرينوليتكس، تمام، اللي هي عندك فيبرينوليتكس دراج. هاي وظيفتها الاساسيه انها بتعمل اللي هو انهانس لللايسيس تاع الكلوتينج او للفيبرين تحديدا، يعني بتحفز اللي هو اللايسيس تاع الخثره، تكسر الخثره هاي وتحللها. وهذا الاشي اللي انا بدي اياه يصير، يعني هلا الخطوتين او الدويين السابقات كانوا بيمنعوا تشكل الخثره من اساسها، بس هذا الدواء انا راح استخدمه في حال لو الخثره تشكلت وخلصت، يعني خلص الخثره تشكلت وانتهى الموضوع، ماشي. فانا كيف بدي اعالج الان هاي الخثره؟ اني بروح بكسرها. كيف بدي اكسرها؟ باستخدام هاي المجموعه اللي هو الفيبرينوليتكس، تمام، او بسموها عندك الثرومبوليتكس. طبعا في عندك نوعين من الادويه، اول شيء مسميه عندك الستريبتوكاينيز، والثاني في عندك مسميه اليوروكاينيز. اذا هم دويين، ستريبتوكاينيز واللي هو عندي يوروكاينيز.
هيك احنا بنكون طبعا خلصنا اللي هو الديس اولدر الاول اللي هو الثرومبوسيس في مجموعه البلد فارماكولوجي، وحكينا عن الادويه ماشي اللي انا بستخدمها في علاج الثرومبوسيس. هلا راح احكي عن ديس اولدر ثاني اللي هو مستخدم طبعا في علاج او يعني تابع لي البلد فارماكولوجي اللي هو عندي البليدنج ديس اولدر. وحكينا يا سيد العزيز انه البليدنج هي واحده من المشاكل الاساسيه والخطيره اللي مش لازم انه ينسكت عليها، فدغري في بعض اللي هو الديس اولدر ممكن يصير فيها بليدنج uncontrolled، فبضطر اني استخدم ادويه علشان اوقف هذا ايش اللي هو البليدنج. هلا من هاي الادويه اللي انا راح استخدمها في علاج اللي هو البليدنج اللي هو عندك البليدنج ديس اولدر، راح يكون اول اشي عندي الفيتامين كي، اني اعطي فيتامين كي. ليش بدي اعطي فيتامين كي؟ حكيت لك قبل شوي انه الفيتامين كي هو بيكون مسؤول عن الهيباتيك سينثيسيس لمجموعه من الكواجيليشن فاكتور زي الفاكتور 2 والفاكتور 7 والفاكتور 9 والفاكتور 10. فاذا انا دخلت عندك فيتامين كي لجوا الجسم، هذا الاشي راح يساعد على اللي هو انه يزيد اللي هو الهيباتيك سينثيسيس لهي الفاكتور، والاكتيفيشن تاعها رح يزيد، وبالتالي بحفز الكوجيليشن فاكتور وبزيد التخثر في الجسم، بالتالي بقلل فاقد الجسم من الدم. في عندك اللي هو المجموعه الثانيه من الادويه اللي انا رح اعطيها بنسميها عندك الفيبرينوليتيك عندك انهيبيتورز. طبعا الفيبرينوليتيك انهيبيتورز الفكره هون اني انا بدي اقلل اللايسيس تاع الخثره المتشكله في الدم او على البلد فيسل، ما بدي الفبرين يتحلل، فبدي الخثره تظل مستمره اطول فتره ممكنه عبين ما يوقف البليدنج. طبعا من الامثله على هاي الانهيبيتورز في عندك اللي هو الامينو كاربون، عندك اللي هو كابرونيك اسيد، وفي عندك اللي هو الترينيك ساميك اسيد. هذول الدوايين انا بستخدمهم ايش كفيبرينوليتيك انهيبيتورز، بقللوا لازم حكينا اللايسيس تاع الفيبرين، ومنه بخلي الخثره او يعني بساعد على تشكل التخثر عشان يوقف عندي النزيف. اما في عندك البلازما فراكشن فكرتها كالتالي، انه انا مرات في بعض الحالات بكون في عندي البليدنج في الجسم جاي من ضعف في قدره الجسم على تكوين اللي هو الخثره، تمام؟ يعني جسم الانسان نفسه لما بصير في عندك بليدنج ما بيقدر هو يتعامل مع هذا البليدنج بانه يشكل كله خثرة أو كلوتينج. هلأ ضعف قدرة الجسم على تكون هاي الخثرة بيكون ناشئ من نقص من مثلا coagulation factor أو fraction معينة موجودة في الدم. فلهذا السبب أنا بروح بهاي الحالة إنه بعمل فحص للبلازما، تمام، تاعت اللي هو الدم، وبروح بشوف إذا في deficiency في هاي الفراكشن أو ما في. يعني إذا كان في عندي deficiency في فراكشن معينة أو نقص في فراكشن معينة وهي السبب إنه الجسم ما بيقدر يصنع هاي الخثرة، أنا بروح بضيفها، تمام؟ يعني أعطيك مثال زي مثلا الديس أولدر اسمه الهيموفيلاي أو الهيموفيلا. طبعا هذا فكرته أنه الجسم بيكون عاجز عن أنه يشكل blood clotting نتيجة لديفيشنسي في الفاكتور 8. فبهاي الحالة أنا بيكون علاج البليدنج، طبعا بالتالي بيكون في عندك بليدنج مش قادر أنا أوقفه، فبالتالي بيكون علاج البليدنج بهاي الحالة إني أحط في الجسم أو أعطي الجسم الفاكتور الناقص فيه اللي هو الفاكتور 8. فلما بعطيه فاكتور 8 بساعد بدخل الفاكتور 8 على الكوجيليشن كاسكيد، فبيمشي عندي الكوجيليشن كاسكيد بطريقة سليمة وبوصل بالنهاية للخثرة، تمام؟ وبالتالي عندي بوقف البليدنج. بيضل عندي آخر ديس أولدر لازم أحكي لك عنه ماشي ضمن مجموعة البلد فارماكولوجي واللي هو الأنيميا. أنيميا بشكل عام تعني فقر للدم، بس إنه في عندي أنواع كبيرة وعديدة جدا وأسباب كثيرة لتشكل عندي اللي هو الأنيميا. ليش؟ لأنه الأنيميا لها أكثر من سبب، تمام؟ هلأ من أسباب الأنيميا إنه أول إشي الأنيميا معناها، تمام، هو عبارة عن ضعف أو فقر ماشي أو مشكلة بتصير عندي في الار بي سيز على وجه الخصوص اللي هي خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان، أو في عملية بنسميها الإريثروبايوسيس. هلأ عندك عملية الإريثروبايوسيس هي عملية تصنيع خلايا الدم الحمراء. عملية تصنيع خلايا الدم الحمراء طبعا بتكون مجموعة من العمليات اللي بتعتمد هاي العملية علشان تكون سليمة 100% على سابستانسز، مواد. هاي المواد منها بيكون اكسوجينوس، يعني الإنسان بياخذها من برا جسمه، يعني ممكن ياخذها بالأكل، ممكن ياخذها يعني مواد غذائية، ممكن حتى ياخذها كفيتامينات أو غيرها من هاي الأشياء، سبليمنت يعني فيتامين سبليمنت. او في عندي مواد بياخذها اندوجينوسلي، يعني بتكون موجوده جواته. هاي المواد لازم تدخل في عمليه الاريثروبايوسيس بنسب وكميات معينه وطبيعيه علشان تتم عمليه الاريثروبايوسيس واحصل على ار بي سيز بكميات واحجام صحيحه 100%، تمام؟ هلا
بحكي لك من الاكسوجينوس ماتيريالز اللي بتعتمد عليها عملية الإلكتروبايوسيس. أول إشي اللي هو عندي إشي منسميه الآيرون، الفوليك أسد، وعندي الفيتامين بي 12. أنت طبعا من الأطعمة اللي أنت بتاخذها، في عندك كثير أطعمة بيكون فيها حديد تمام، زي السبانخ على سبيل المثال، في عندك فوليك أسد وفيتامين بي 12 تمام. هلا إذا صار عندك نقص في أي واحدة من هاي الثلاثة، آيرون، فوليك أسد أو فيتامين بي 12، رح يصير في عندي انتراكتد بعملية اللي هو الإريثروبايوسيس، اللي هي عملية صناعة خلايا الدم الحمراء، وبالتالي رح يصير في عندي نقص تمام، في عندي أو في عندي مشكلة في خلايا الدم الحمراء، وهاي المشكلة بنسميها أنيميا. هسه رح أطلق عليها اسم معين هاي الأنيميا. ولو صار في عندك مشكلة في الانديوجينوس فاكتور، يعني مشكلة في جوا جسمك بالانترنسيك فاكتور، طبعا وظيفة الانترنسيك فاكتور انها تعمل ابزوربشن للبي 12، الويل ابزوربشن للبي 12، لانه مرات انت ممكن تاكل اطعمة ويكون مخزونك من البي 12 كثير كويس، لكن جسمك ما بيعمل له امتصاص نتيجة لمشكلة في الانترنسيك فاكتور، فبصير عندك انيميا او نقص في الاريثروبايوسيس. الاريثروبايوتين هو عبارة عن هرمون تمام، طبعا هذا الهرمون اللي بيطلع نسب منه من الليفر، نسب منه من الكدني، لكن بشكل اساسي بيطلع من الكدني. هذا الهرمون ضروري جدا في تصنيع الار بي سيز تمام، انا بحتاجه بشكل بطريقه ميجر تمام في تصنيع الار بي سيز. في عندك شيء مسميه الكولوني ستيميوليتنج فاكتور، فلو صار في عندك مشكله في الانترنسيك فاكتور، او مشكله في عندك تصنيع الاريثروبايتين، او مشكله في الكولوني ستيميوليتنج فاكتور، راح يؤدي الى حدوث انيميا. قل مخزون جسمك من الايرون، او قل مخزون جسمك من الفوليك اسيد، او من الفيتامين بي 12، برضه راح يصير في عندي انيميا. شو الفرق بين الحاله الاولى وبين الحاله الثانيه، يعني بين ما يفقد عندي اكسوجينوس سبستانس او بين ما افقد اندوجينوس فاكتور؟ راح يختلف عندي بنوع وتاثير الانيميا. طلع ضرب لك مثال على كل نوع. لما يقل مخزون جسمك من الايرون، من الحديد، راح يصير في عندك ايرون ديفيشنسي انيميا، لها اسم ثاني بنسميها المايكرو سيتيك هايبوكروميك انيميا. لا تسالنيش ليش اسمها هيك، لانه ان شاء الله في سيستم الهيماتوليمف سيستم راح يكون شغلتنا الشاغله الحديث عن الانيميا، انواع الانيميا والادويه المستخدمه في علاج الانيميا. بس بدك تعرف انه لو حكى لك ايرون ديفيشنسي انيميا ولا لو حكى لك مايكرو سيتيك هايبوكروميك انيميا، سيم. طيب الأدوية، إحنا بنحكي عن آيرون ديفيشنسي، معناته شو الإشي الصح إني أعطي آيرون سبليمنت، المريض لازم أعطي آيرون سبليمنت. الآيرون ثيرابي ممكن أعطيها أورال، ممكن أعطيها آي في، ممكن أعطيها آي أم تمام. طبعا هذا الإشي مرات بيكون حسب مستوى نقص الحديد ماشي. في ناس ممكن أعطيها آي في بالأول حديد، وبعدين أنتقل معاه من الآي في للتابلت ماشي، أو للأورال، أورال تابلت آيرون ماشي، إذا كان كثير نقص الحديد عنده تمام. فحسب السيفيريتي أو حسب الديفيشنسي اللي صارت عنده بحدد اللي هو نوع الثيرابي اللي رح أعطيه. هلأ بالنسبة للأورال آيرون ثيرابي، في عندك اللي هو الفيروس سلفيت، وفي عندك اللي هو الجلايكونيت، عندك اللي هو آيرون. بالنسبة عندك للبارنترال آيرون، طبعا هذا الأورال، بالنسبة للبارنترال آيرون ثيرابي في عندك اللي هو عندك ايرون ديكسيترين، وفي عندك اللي هو الايرون سكروز عندي كومبلكس تمام. طيب في عندك النوع الثاني والاخير من اللي هو الانيميا اللي ذاكر لك اياها، في عندك اشي مسميها الميجالوبلاستيك انيميا. طبعا هاي الميجالوبلاستيك انيميا فكرتها، طبعا ميجا معناها اشي لارج، ففكرة الميجالوبلاستيك انيميا انه بصير في عندي تضخم في الار بي سيز، قدرتها على حمل الاكسجين راح تقل. طبعا اصلا الار بي سيز لما يكبر حجمها بتصير غريبه على جهاز المناعه، فراح يعمل لها تكسير، واصلا نتيجه للتضخم اللي صار فيها راح يصير في عندي رابتشر في الار بي سيز، وبالتالي بيقل عندي عدد خلايا الدم الحمراء الموجوده طبعا في جسم الانسان، وبيعطيني انيميا. طبعا الميجالوبلاستيك انيميا جاي من ديفيشنسي في شغلتين اساسيات، البي 12 ديفيشنسي، وعندك الفوليك اسيد ديفيشنسي. طبعا الانيميا اللي جاي من البي 12 ديفيشنسي تعتبر من اخطر انواع الانيميا. طبعا بعالجها عن طريق اني اعطيها فيتامين بي 12، وطبعا هذا الفيتامين بي 12 ممكن اعطي منه اللي هو عندك شو اسمه، طبعا مش بس اللي هو فيتامين بي 12، بعطي كمان عندك اللي هو الفوليك اسيد ماشي، عندك اللي هو ادرج. طبعا في عندك اللي هو الساينوكوبولامين، وفي عندك اللي هو الهيدروكسيكوبولامين، اللي هو عندك هاي هي الادويه اللي انا بستخدمها او السبلمنت تاع البي 12.
طبعا هيك بيكون احنا خلصنا الانيميا وخلصنا البلود يعني الثرومبوسس، خلصنا الثرومبوسس، خلصنا اللي هو عندي كان البليدنج والانيميا. هلا بيضل عندي من مجموعه البلود فارماكولوجي ادويه او ريليتد تو ذا اللي هو تو ديس اولدرز بنسميه عندك اللوكيميا واللينفوما، ما راح احكي عنهم هسه. احكي لي ليش بقول لك، لانه اللوكيميا واللينفوما هم من نوعين من الكانسر، تمام؟ هذول يعني سرطانات، فان شاء الله هذول راح ااجل الحديث عنهم لحد ما نحكي عن الكانسر كيموثيرابي. فبالطريقه هاي احنا راح نتوقف لهون في موضوع البلد فارماكولوجي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، يعطيكم الف عافيه.